السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم في ليكشر 1 في كورس أو مقرر Foundation of Artificial Intelligence AI 511. هنتكلم النهارده عن introduction ل artificial intelligence. اللي هنتكلم عليه النهارده ده هيبقى من chapter 1 في كتاب اللي هو بتاع راسل ل artificial intelligence a modern approach، ومن شابتر 1 برضو هناخد فيه حتة من اللي هي الـ AI History and Application اللي هو من كتاب لاجر أو لوجر، الناس بتنطقها لوجر. Artificial Intelligence Structure and Strategy for Complex Problem Solving. طيب هنتكلم في المحاضرة دي عن مقدمة بسيطة عن Artificial Intelligence أو اللي هو الذكاء الاصطناعي. يعني إيه Artificial Intelligence؟ يعني إيه Intelligent أصلاً؟ علشان بعد كده نعرف نعرف Artificial Intelligence إيه Different Approach، الطرق المختلفة اللي الناس حاولت تفكر بيها في الأريز بتاعت الذكاء الاصطناعي. ايه الاسس المختلفه للارتفيشال انتليجنت، الفرق ما بين الاي اي واريا ممكن تكون ريليفنت ليها او علوم تانية لها علاقه بالاي اي او الارتفيشال انتليجنت، زي ايه؟ زي داتا ساينس، زي البيج داتا، زي الديب ليرنينج، زي الماشين ليرنينج، زي الداتا مايننج. كل دي ايه الفروق ما بينها وايه علاقتها بالاي اي؟ دي كلها هنتكلم عليها طبعا في الانترودكشن بتاعه الايه الارتفيشال انتليجنت. هنتكلم على بعض الاسس بتاعه الارتفيشال انتليجنت. الاسس دي هنلاقيها جايه من علوم مختلفه، يعني artificial intelligence مبنية على a contribution جاية من علوم مختلفة. هنشوف ايه العلوم المختلفة بعد شوية. هنتكلم على different approach وخصيصا system that act like human. هنتكلم على Turing machine اللي ساعات بنسميها imitation game. هنتكلم على الـ Chinese Room Argument اللي بعد كده هنعرف ايه الـ Strong والـ Weak AI Hypothesis. هنشوف الـ Systems that think like humans أو Systems that think rationally أو Systems that act rationally. هنشوف ايه الفرق ما بين الحاجات دي ان شاء الله في المحاضرة الاولى بتاعتنا. طيب تعالى لما نشوف الـ Artificial Intelligence Application في حياتنا، هنلاقي ان احنا مش بس الـ Artificial Intelligence عبارة عن روبوت وافلام خيال علمي، لا، ده احنا هنلاقي الارتفيشال انتليجنت ابلكيشن حوالينا في كل مكان. زي ايه؟ لو جينا بصينا على جوجل سيرش، جوجل سيرش انت بتحط له كلمه معينه ويبتدي يدور ويشوف لك احسن موقع ويجيبه لك، دي فيها ارتفيشال انتليجنت ورك. طبعا الامازون لما بيعمل لك ريكومنديشن مثلا ان انت جبت مثلا كتاب معين مثلا في الاي اي، فيبتدي يعمل لك ايه ريكومنديشن على كتب معينه، او جبت مثلا اي حاجه في البيت
هتلاقي ان هو عمل ريكومنديشن للحاجات التانية اللي زيها شبه الفيسبوك مثلا. لما نيجي نشوف الفيسبوك هنلاقي ان الفيسبوك مثلا لما بتيجي تحط صورة بيبتدي يعمل فيس ريكوجنيشن، بيروح باصص على الصورة ومطلع الأشخاص اللي فيها ويبتدي يعمل لك تاج لكل شخص. مين ده ممكن؟ صح؟ مثلا الابليكيشن اللي اسمه سيري على الموبايل، انت بيقولك ان انا ازاي مثلا اساعدك، انت هتكتب له سؤال هيبتدي يرد عليك. طيب يا ترى هو بيعمل ايه؟ ده artificial intelligence طبعا، لانه الاول لازم هيفهم سؤالك ويبتدي يتكلم. واخدين بالكوا ازاي؟ فده طبعا artificial intelligence. لما تيجي في السبام بتاع الايميل بتاعك هتلاقي بيكتشف كل السبام. السبام ده عبارة عن ايه؟ لو اعلانات جاية لك او حاجة بيروح حاططها فين في السبام علشان ايه ما يقلقكش بكل الرسائل اللي بتجيلك وانت مش مهمة بالنسبة لك. ده برضو artificial intelligence طبعا. السيارة اللي او العربية اللي بتمشي من غير سواق، طبعا دي بتبقى فيها سنسورز علشان يشوف ايه اللي حواليه، وبعد كده يبتدي يتخذ القرار المناسب ان هو وهو العربية ماشية. دي كلها برضو artificial intelligence. اوكي، يبقى artificial intelligence معانا في كل حياتنا. واخدين بالكم ازاي؟ فلازم طبعا ناخد بالنا من الابليكيشن بتاعت الارتفيشال. طب تعالوا نشوف كده برضو ايه من ضمن المجالات اللي في الارتفيشال انتليجنت. نلاقي الفيلد بتاع الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج بيعمل ايه؟ بيعلم الكمبيوتر الالجوريثمات اللي ممكن يستفيد منها علشان يتعلم من ايه؟ من الاكسبيرينس بتاعت يعني اي شخص ممكن يحط النولج بتاعته، فيبتدي الكمبيوتر يتعلم وبعد كده يستنتج حاجات، بعد كده ياخدها ويحطها في النولج بتاعته ويبتدي يستنتج حاجات جديده وهكذا. يبقى خلال الاكسبيرينس اللي هي بتمثل بتريننج داتا، الكمبيوتر ممكن يبقى ايه؟ كمبيوتر كان continuously improve their performance. تعال ما نشوف الخطوات. اول خطوة احنا بندخل على الكمبيوتر الفيد training data، بندخل له الداتا اللي هيعمل عليها training. ده الداتا دي بيبقى فيه labeled بايه؟ مثلا لو احنا في classification مثلا عايزين نعمل classification لحاجة معينة، فهو دي بتبقى محطوط فيها الاجابة الصح. يعني احنا عايزين في الاخر مثلا عايزين نشوف الليبل ايه. هو مثلا مثلا يعني طالب مجتهد ولا مستواه نص نص ولا مثلا وحش، فدي الليبل بتاعتنا. يبقى انا عايزه اي ريكورد لاي طالب لما يدخل مثلا على السيستم بتاعي نروح عاملين ايه، نعرف الليبل بتاعه ايه. فانا دلوقتي اول حاجه بنعمل ايه؟ بندخل الداتا وفيها الليبل دي اللي هي اسمها ايه؟ الفيد تريننج داتا. بعد كده تاني ستيب بنعمل اناليسيس للداتا، بعد كده بندور على الباترن اللي هو بيبقى هنشتغل عليه علشان نطلع الليبل بتاعنا. بعد كده هنا هنبتدي نعمل ايه؟ perform prediction وmake a decision. اخر خطوة بقى بنعمل ايه؟ اللي هي الخطوة الخامسة، بنعمل learning from experience. يبقى من الاكسبيرينس اللي عندي ممثلة في training data انا بطلع conclusion. فطبعا machine learning هي مجال او
مجال يعني او ابلكيشن، او تقدر تقول ايه من مجالات الايه الارتفيشال انتليجنت او انتليجنس، هي المفروض الصح ارتفيشال انتليجنس. طيب لما نيجي نشوف الماشين ليرنينج كده، هنلاقي artificial intelligence science that enable computer to mimic human intelligence subfield اللي هي machine learning و robotic والcomputer vision. يبقى artificial intelligence كعلم بيخلي الكمبيوتر يعمل ايه، يقلد الهيومن انتليجنس، زي ايه الماشين ليرنينج من السب فيلد اللي زي ما احنا قلنا الماشين ليرنينج او الروبوتيك او الكمبيوتر فيجن، ان هو يشوف اللي حواليه وياخد اكشن على هذا الاساس. عندنا الماشين ليرنينج بقى اللي هي سب سيت اوف اي اي AI that enable machine to improve a task with a experience. يبقى الماشين ليرنينج هو سب فيلد من الـ AI science that enable بيخلي الماشين تعمل improvement للـ knowledge بتاعتها عن طريق الـ experience، حاجة موجودة أو ريكورد موجودة وطلعت صح. فنبتدي نشوف الريكورد اللي جاي لنا بقى نعمل بريدكشن صح عليه. دايما الماشين ليرنينج بنقسمها بثلاثة فيلد. فيلد الاولاني اللي هي سوبرفايزد ليرنينج. سوبرفايزد ليه؟ لان بيبقى عندي اصلا الليبل اللي انا عايزه اعمل له ايه بريدكشن. فالتريننج الجوريثم يوزنج ليبلد انبوت اوتبوت داتا، فبيطلع هنا اللي بيبقى كلاسيفيكيشن، مجال الكلاسيفيكيشن في السوبرفايزد ليرنينج، لا اما الريجريشن. الكلاسيفيكيشن الداتا بتبقى عباره عن داتا ديسكريت، انما الريجريشن بيبقى الداتا انالوج، يعني بتاخد اي قيمه زي درجات الحراره والكلام ده. نعم كلاسيفيكيشن تبقى عندك كلاسز معينه. ان سوبرفايزد ليرنينج training algorithm with no labeled data، يبقى انا ما عنديش داتا فيها ليبل، عنديش الحل، لا. It attempt at discovering hiding pattern on its own. يعني ايه؟ مثلا عايز عندي داتا وعايز اقسمها مثلا جروبات، زي ايه مثلا؟ عايز اقسم المدينة لإيه؟ عبارة عن مناطق خدمية مثلا، إزاي أقسمها؟ عن طريق علم اسمه كلاسترنج. ده unsupervising learning، لأن أنا من قبل لما أبقى أو أنا بشتغل مبقاش عارفة إيه اللي هيطلع لي. reinforcing said أو reinforcement learning algorithm take action to maximize cumulative rewind، يعني بيعمل عايز يحسن الاوتبوت بتاعه والبرفورمانس بتاعته. طيب لما نيجي نشوف هنا الاي اي، الاي اي ارتفيشال انتليجنس، معلش، يبقى المفروض ان انا عندي الاساس بتاعي اللي هي learning technique، search technique، reasoning technique، propositional calculus عشان نعمل بيها representation لل knowledge، formal logic برضو، اللغات بتاعة ال AI اللي هي programming زي Smalltalk وال Lisp وال Prolog، وعندي برضو ال cognitive science اللي هي في المعرفة بتاعتنا. طيب علم المعرفة، طيب عندنا حاجات دي الأساسية، بتطلع بقى بنعمل فيها بيها السب فيلد ده، ممكن بقى يعمل الابليكيشن زي ماشين ترانسليشن، زي باترن ريكوجنيشن،
الريزونينج ريسيرش والليرنينج، الفيرس الاكسبرت سيستم، الناتشورال لانجويج بروسيسنج، كل الحاجات دي بقى يعني ايه، يعني مهمة جدا في ايه، في الاي اي. ما انت لما تيجي تسمع حاجة وعايز ترد عليها زي السيري، لازم يبقى تعرف تسمع وتفهم الكلام، السؤال اللي جالك صح، وده ايه سبيتش، يعني ايه كلام. بعد كده تبتدي تدور في النولج بتاعتك وتبتدي ترد عليه. فيبقى انا عندي ايه دلوقتي، لازم ارد، يبقى لازم هبقى عندي ايه سبيتش ريكوجنيشن، وايه واطلع الحاجات دي، يعني اعمل اعرف يعني امثل الداتا اللي مكتوبة عندي في كنولج ازاي اطلعها كفويس. يبقى عندي برضو ايه الفيجن مثلا، الايمج بروسيسنج، الفويس بروسيسنج، السبيتش ريكوجنيشن زي ما قلنا، كل الحاجات دي ايه هتلاقيها اكنها فروع من الاي اي. انما الجذور بتاعتها بقى انت تبقى تعرف تبرمج بلغات الاي اي، التكنيكس بتاعت الحاجات دي تبقى عندك، السيرش تكنيك عندك، دي الجذور الاساسيه علشان تطلع ايه السب فيلد بتاعنا ايه اللي انت هتشتغل فيه بعد كده في الاي اي. هنبتدي نتكلم على الاسس اللي قام عليها الارتفيشال انتليجنس، اللي هي الفاونديشن اوف ارتفيشال انتليجنس. طيب احنا قلنا قبل كده ان الارتفيشال انتليجنس جايه من الكونكلوجن بتاعت علوم كتيره، زي لو احنا قلنا الفلوسوفي اللي هو الفيلسوف، لو انا جيت قلت ان كان فورمال رول بي يوز تو درو فاليد كونكلوجن، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو الفيلسوف رد عليا في السؤال ده، السؤال ده طبعا يعتبر، لو هو رد عليه يعتبر واحده من ايه، من الاسس اللي اتبنى عليها الارتفيشال انتليجنس. مثلا زي ايه، هل ينفع الفورمال رولز اعمل فورمال رولز واطلع من الناس استنتاجات كونكلوجن؟ يعني الفورمال رولز ممكن توصلني الكونكلوجن؟ طبعا لو انا عندي الفورمال رولز دي هعرف اجيب الكونكلوجن. طيب تاني حاجه، هاو داز ذا مايند اللي هو ايه العقل او التفكير arise from the physical brain، يعني انا عايز اعرف ازاي العقل او قدرتنا على التفكير بتنتج من الفيزيكال برين بتاعنا اللي هو المخ. ايه العلاقة ما بين العقل والتفكير بتاع ايه، بتاع البرين بتاعنا؟ طبعا دي لو عرفنا الإجابة بتاعتها دي حاجة يعني من الفوندامنتال أو من الأسس بتاعت إيه؟ بتاعت الارتفيشال انتليجنت. طيب تالت حاجة، وير داز نوليدج كام فروم؟ المعلومات اللي بنبني عليها قراراتنا والقواعد اللي بنستخدمها علشان نستنتج يعني كونكلوجن، المعلومات أو النولج دي جت منين والقواعد جت منين اللي الانسان بيمشي عليها؟ كل الاسئله دي ايه الفيلوسوفي بيجاوب عليها ونعتبره اساس من اسس الارتفيشال انتليجنس. طيب مثلا الماس، وات ار ذا فورمال رول تو درو فاليد كونكلوجن، دي هنلاقي مثلا ايه القواعد او القوانين اللي نمشي عليها علشان نستنتج الكونكلوجن دي.
فدي عندنا علم كامل اسمه لوجيك. مثلا what can the computer what can be computed، ايه اللي ممكن اعمل computed؟ اي حاجة فيها algorithm ممكن اعمل لها computed. طيب how do we reason with uncertainty of information؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو انا عندي uncertain يعني ايه؟ يعني معلومات يعني مش متأكد منها، هل ممكن افكر ازاي بيها؟ فالاقي عندي علم كامل في الماس، اسمه ايه؟ اسمه probability. فده برضو يعني التفكير ايه اللي هو uncertain reasoning، فدي برضو من اساسيات الارتفيشال انتليجنت. عندي النيورو ساينس، اللي هو الجهاز العصبي. ف how do brains process information، ازاي الجهاز العصبي او المخ بقى بيعمل بروسيس للايه، للمعلومات اللي فيه. فطبعا ده برضو مهم جدا في الارتفيشال انتليجنت. طيب بسيكولوجي اللي هو علم النفس، لما اشوف هنا ازاي الهيومن، how do human and animal think and act، ازاي بيفكر الانسان او الحيوان، وازاي في ايه رد فعله، ازاي، هل يا ترى هو بيقعد يتخيل موقف حصل له فبيتصرف على اساسه؟ كل الحاجات دي لو اتجاوبت عليها فهنلاقيها اساس من اسس الارتفيشال انتليجنت. عندنا برضو الايكونومي، علم اللي هي ايه، الاقتصاد. فانا مثلا عندي اول سؤال how does should we make decision so as to maximize pay off، ايه البي اوف ده اللي هو المكسب، ازاي هعمل decision معين علشان اكتر او maximize البي اوف. طبعا في علم عندي هنا اسمه ايه، decision support او decision theory، فدي برضو علم من العلوم. لو انا يعني دخلته في الـ AI فده من ايه، من اسس الـ AI. طيب تاني سؤال بقى، how should we do this when other may not go alone، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو في environment والناس اللي فيه مش كلهم بيشتغلوا علشان يدوني الماكسيموم باي اوف، طيب هنعمل ايه؟ زي مثلا إيه، لو انا عندي جيمز بيشتغل، طبعا انا لما اقول ان انا بلعب اللعبة بتاعتي هل هتأثر على اللاعب اللي قدامي؟ ممكن تأثر بالسلب او الايجاب، لو انا عملت حاجة غلط هو هيستفيد معايا كده. طيب هنعمل ايه؟ يبقى انا في الموقف ده في حاجة برضو اسمها جيم ثيوري. الجيم ثيوري دي بتساعدني لو انا جيت عملت حاجة جيمز او سيتويشن انفايرمنت مش كل الناس بيستفيدوا مع بعض، فانا لازم استخدم الجيم ثيوري دي. برضو دي من اسس، من اسس الايه، الارتفيشال انتليجنس. طيب تالت حاجة، how should we do this when the payoff may be far in the future، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ازاي اتخذ قرار عقلاني بحيث ان انا عندما لا يكون مكسب من الاجراءات فورية، يعني انا لو انا عملت اجراء دلوقتي ما كانش النتيجة بتاعته فورية، ولا انما ايه، بتنتج بعد عدة اجراءات.
فده اكن فيه كده ايه سيكونس. ده فيه برضو علم اسمه ماركوف ديسيجن بروسيسز. طيب لو جينا قلنا علم الكمبيوتر انجينيرينج، how can we build an efficiency computer، ازاي ابني كمبيوتر بكفاءة عالية، فعلم الكمبيوتر انجينيرينج هيرد عليا. طيب لو انا قلت control theory and cybernetting، دي بقى انا عايز اعمل ايه self regulation، يعني اظبط الحالة اللي قدامي بحيث ان هي تديني اكتر او اي اكفأ او كفاءة عالية، فدي اسمها سيلف ريجوليشن. دي ده علم برضو في الكنترول ثيوري والسايبرنتكس اسمه سيلف ريجوليشن. في الاخر بقى اللينجويستيك مثلا، هاو داز لانجويج ريليتد تو ثرو، يعني ايه اللغة ازاي، يعني بفكر لما انطق واقول لغة معينة وافهمها ازاي، يبقى ايه علاقة اللغة بالتفكير، لازم نفهم اللغة دي. فبرضو دي اللي هي بقى ايه natural language processing، دي ممكن بقى ايه تبقى في علوم اللينجويستيك. يبقى لازم علشان نعرف الارتفيشال انتليجنس لازم الاول اعرف يعني ايه انتليجنس. يبقى الانتليجنت لو لينا كذا ايه تعريف، يعني مثلا لو جينا قلنا الانتليجنت هي جادجمنت، ازاي تحكم على حاجة معينة، أو مثلا good sense أو practical sense، يعني practical يعني عملي، initiative the faculty of adaptive oneself to circumstance، إن أنت تظبط نفسك مع المحيط اللي حواليك، الأوتوكريتيك اللي هي إزاي يعني تقدر نفسك او تعمل ايه بقى ان هي تنقد نفسك بحيث ان انت تتعلم بعد كده. ده كان تعريف العالم الفرنساوي ألفريد بينيه سنة 1857. طبعا ده عالم فرنساوي هو اللي عمل invent او يعني اخترع الفيرست practical intelligence test اللي هو بنسميه الانتليجنت كوشن اللي هي IQ a total score derived from one of several standardized test design to access human intelligence. طيب تعريف تاني اللي هو ايه بقى the resultant of the process of acquiring، يعني ايه يعني تكتسب، انت بتكتسب كل يوم خبرة جديدة، فانت لو بتعلم ازاي تكتسب الخبرة دي وازاي تعمل لها ستور، يبقى storing in memory وريتريف، وبتعمل لها ريتريفنج كمان من الميموري بتاعتك، و combining comparing، يبقى combining و comparing and use a new context information and concept skills. يعني ايه؟ يعني تكتسب وتجمع مهارات وتستخدمها المهارات دي في تطبيقات تانية في مجالات تانية. دي طبعا يعني اهم شيء في الانتليجنت الانسان، فلو انت عرفت ازاي تعمل الحاجات دي فانت ممكن تعمل ارتفيشال انتليجنت. اوكي طيب برضو تعريف تالت بقى ان هي the capacity to learn and solve problems، يبقى القدرة
على ان انت تتعلم وتسولف البروبلم دي. مثلا زي ايه؟ الماشين ليرنينج. طيب، يبقى انا علشان اكتسب واتعلم لازم the ability to solve novel problem، اعرف يعني اعمل solving او احل ايه problem جديده. the ability to act rationally، يعني اقدر اقرر بعقلانيه ومنطقيه واخد القرار على هذا الاساس. the ability to act like human، يبقى ان انا اتصرف تصرف البني ادمين او الناس ازاي بيتتصرف. لو عرفت الحاجات دي فانا ممكن ابني بعد كده الايه الارتفيشال انتليجنس سيستم. طيب، انا لما بكتسب مهارات واحط في مثلا في لعبه او في سيتويشن معين وبعد كده ابتدي اطبقها في مجال تاني او في سيتويشن تاني، دي بقى اسمها نولج ترانسفير. دي يعني لسه احنا بنشتغل فيها دلوقتي في الارتفيشال انتليجنس، ازاي الانسان بيتعلم مهارات والمهارات دي بيبتدي يستخدمها في مجال تاني خالص. طيب، عايزين بقى دلوقتي نعرف ايه هو الارتفيشال انتليجنت. الارتفيشال انتليجنت اول واحد عرفها هو جون ماكراتي. ده كان عالم بيشتغل في ستانفورد يونيفرسيتي. قال ايه؟ الارتفيشال انتليجنت هو الساينس اند انجينيرينج اوف ميكينج انتليجنت ماشين، يعني تعمل انتليجنت ماشين سبيشيالي، يعني يعني مع اهميه ان الانتليجنت كمبيوتر بروجرام، يعني يبقى في عندك انتليجنت كمبيوتر بروجرام. طيب، يبقى the goal of AI is to develop machine، يبقى انا اساسي علشان اعمل AI اللي هي artificial intelligence لازم يبقى لازم اعمل machine that behave as through they were intelligent، يبقى بتصرفاتها اكنها ايه انها ذكية. اوكي، طيب، يعني العالم ده هو بقى اول عالم عمل ايه اول لغه من لغات الارتفيشال انتليجنت اللي اسمها ايه؟ اسمها ليسب. ليسب، الليسب دي اختصار عن الليست اب بروسيسنج. ليسب اسمها ليسب، دي اول لغه، وهي كانت اصلا بتعتمد على ايه؟ على الليست. طبعا دي كانت يعني في الثمانينات كانت هي اللغة تقريبا ايه الأكثر شهرة في العالم في الـ Artificial Intelligent Language. طيب، تاني تعريف للـ Artificial Intelligent هو AI اللي هي Artificial Intelligence is the ability to of digital computer or computer control robot to solve problems that are normally associated with a high intellectual processing capability of human. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو ديجيتال كمبيوتر او كمبيوتر كنترول روبوت بيحل المسائل اللي هي بالطبيعي اسوسييت مع الايه القدرات العاليه للبروسيسنج للفكر الانساني. دي برضو ايه من التعريفات بتاعت الـ AI. تعريف كمان اللي هو Artificial Intelligence is a study of how to make computer to think at which at the moment people are better. يعني بيعمل الحاجات اللي الإنسان بيعملها كويس. طيب، لقينا احنا لما شافوا أنواع
الارتفيشال انتليجنت او الابروتش بتاع الارتفيشال انتليجنت لقوها اربعه. دول اربعه اساسيين، بس ممكن بعد كده ندمج ما بين اي اتنين او تلاته. يبقى four main approaches that have been followed each by different people with different methods. يبقى كل مجموعة بحثية خدت فكرة واشتغلت عليها. فمثلا عندنا أول لما ابتدى الـ AI ابتدى على الـ action acting humanly. بعد كده احنا دلوقتي في الـ acting rationally. فاحنا دلوقتي في الايه بنبحث في الايه في الاكتنج ريشنالي. بي كان برضو ثينكينج هيومنلي، ده بيعتمد على التقدم في العلوم المختلفه زي علوم الحاسب. عندي ثينكينج ريشنالي دي بقى قايمه على لوجيك، يعني ريشنالي يعني ايه عقلاني، يبقى هو بيفكر بالعقل، يبقى باللوجيك، يبقى اللوجيك هو الحاجة الأساسية اللي بيفكر بيها. زي ما قلنا ممكن الدمج ما بين كذا كذا approach. طب تعالوا نشوف what is the artificial intelligence. فأنا هلاقي هنا أنا عندي أربع مجاميع أو أربع كاتيجوري للعلماء اللي بيشتغلوا في الارتفيشال انتليجنت، وكل واحد بيبص للارتفيشال انتليجنت من وجهة نظر مختلفة. يعني الأربعة اللي عندنا systems that act like human أو systems that think like human أو systems that think rationally أو systems that act rationally. تعال لما نشوف واحدة واحدة كده، يعني هنشوفهم بسرعة علشان إيه يعني تعريف كل واحد بسرعة، بحيث ان احنا كل واحد بعد كده هنمسكه بالتفصيل نتكلم فيه. اول واحد اللي هو systems that act like humans. ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي في السيستم ده او في الفكر ده بتاع العلماء، انا ماليش دعوة بالالجوريثم اللي جوه السيستم او جوه الكمبيوتر، انما انا اهم حاجه ان انا اقول ان السيستم ده انتليجنت ولا لا، ان هو يحاكي او يعمل سيميليت للهيومن. يبقى لما السيستم يحاكي الهيومن تصرفات الهيومن هقول ده ايه سيستم ار ايه انتليجنت. يبقى انا ادام مثل لي او حاكى او سيميليت الهيومن خلاص يبقى ده سيستم ايه انتليجنس. طيب سيستم ذات ثينك لايك هيومن، ببص بقى على السيستم اللي هو بقول عليه عنده ارتفيشال انتليجنس، ان هو لو هو مشي على نفس الخطوات لحل مشكلة معينة والخطوات دي زي الإنسان بالظبط، يبقى أنا هقول إيه؟ هقول إن ده System Intelligence. يبقى أنا دلوقتي هشوف إيه التصرفات بتاعت البني آدمين لما يحلوا مشكلة، وأشوف الكمبيوتر ده لو مشي على نفس التصرفات أو نفس الإيه الخطوات، يبقى ده سيستم ايه انتليجنت، عنده ارتفيشال انتليجنس. طيب سيستم ذات ثينك ريشنالي، ريشنالي يعني ايه؟ يعني بعقلية بتعقل، في تفكير في يبقى المفروض ان هو ده السيستم ده مبني على علم اللوجيك، التسلسل المنطقي. يبقى هو مبني على علم المنطق، عنده حقائق وفرضيات وبيطلع منها conclusion. يبقى الالجوريثم بتاعنا ده ايه كويس، ويبقى هو السيستم ده الكمبيوتر ده في artificial intelligence. طيب رابع واحد
اللي هو system that act rationally، بتحكم على الـ AI system بناء على المخرجات بتاعته بس. يبقى انت عندك هدف معين وعايز تحققه، لو حققته يبقى السيستم ده فيه المفروض ان هو فيه المخرجات اللي انا عايزها او الجول اللي انا عايزه، يبقى ده artificial intelligence system. تعال بقى اما نشوف واحد واحد، كاتيجوري كاتيجوري. هو ده كاتيجوريز، يعني كل كاتيجوري من دول بيمثلوا فكر من افكار العلماء اللي بيبحثوا في الموضوع ده. فلو جينا بصينا كده، اول واحد، اول ابروتش اللي هو systems that act like human، ده اول حاجه طلعت، وهو كان اتبناه العالم اللي اسمه ألان تورينج. وهو يعني حتى في منكم اكيد شاف، كان في فيلم طلع عليه اللي هو ذا ايميتيشن جيم. هو يعني هو ابتدى هو المفروض ان هو جاد فازر اوف ذا اي اي، يعني من اول واحد ابتدى يفكر انه يعمل ماشين انتليجنت، ماشين انتليجنس systems that act like human. هو هو عالم ماس، يعني تخصصه ماس، هو من هو بريتش، وهو يعني ابتدى سنة 1950. زي ما احنا قلنا ان هو يعني ابتدى يفكر انه يعمل سيستم بيبقى زي يعمل act like human. يبقى هو مش همه ايه هو الالجوريزم اللي جوه، ولا هو ايه الفكر اللي اتبنى عليه السيستم، المهم ان هو يأكت زي الهيومن البني ادمين يعني. طيب يبقى سنة 1950 عمل بيبر وسماها Computing Machinery and Intelligence. هو كان ابتدى يبقى عايز يعرف الماشين دي intelligence ولا لا. فعمل صمم تيست سماه تيورينج تيست او imitation game. التيورينج تيست ده هو عبارة هو عايز يشوف الماشين دي بتأكت زي الهيومن ولا لا. فقال انا هجيب انتروجيتور وهخليه يبتدي يسأل اسئلة، هيسأل كمبيوتر وهيسأل هيومن، خلاص. فلو الانتروجيتور ده معرفش يفرق ما بين الهيومن والماشين، يبقى كده الماشين دي باس تيورينج تيست، يبقى هي فعلا انتليجنت او انتليجنس. يبقى كان ماشين ثينك ايدنتيكال تو كان ماشين بيهيف انتليجنتلي، خلاص. يبقى زي ما احنا قلنا الانتروجيتور هو بيبقى قاعد لوحده وبيسأل الأسئلة، بيرد عليه الهيومن وبيرد عليه الـ AI system. والله لو هو ما فرقش ما بينهم يبقى هو السيستم ده intelligent فعلا، يبقى هو كده بنقول عليه ان هو pass a Turing test. طيب يبقى التورينج تيست احنا قلنا 1950 كان هيومن انتروجيتور تيل ويذر رايتنج ريسبوند تو هير رايتنج كويشن كام فروم ذا هيومن اور ذا ماشين. يبقى هو
لو هو عرف هو فين الماشين وفين الهيومن، يبقى كده سقط الماشين ده اللي داخل. طيب علشان السيستم ده يبتدي يأكت على او يعني يجاوب على الأسئلة اللي الانتروجيتور ده بيقولها، هيعمل ايه؟ المفروض ان هو هيبقى عنده كذا حاجة جواه، يعني السيستم ده فيه natural language processing، هنشوفها دلوقتي ايه هي: knowledge representation، automated reasoning، و machine learning. يبقى السيستم لازم يبقى فيه الأربعة component دول. طبعا لو جينا بصينا، أنا مش ممكن يبقى عندي كمبيوتر فيه كل حاجة زي ما قلنا، عارف الدنيا كلها، لأ، هو بيبقى بيسأل على كونتكس معين. يبقى الكونتكس معين ده يعني في ايه؟ يبقى هو فيلد معين هيسأل عليه، انا مش هيسأل في كل حاجة اكيد. يبقى انا الكونتكس ده هيبقى هيتحط فين؟ في النولج طبعا، هيبقى في نولج في السيستم، في النولج دي بتهتم بحاجة معينة. يعني مش ممكن مثلا واحد هسأل واحد في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وكل حاجة هيبقى عارف كل ده، لا، انا بسأل في كونتكس معين. ولو السيستم بيهيفير بقى زي الهيومن، يبقى ايه؟ يبقى هو كده السيستم ده نجح في التيورينج تيست. طيب لو جينا بصينا بقى الاربع كومبوننت دول هم ايه؟ الناتشرال لانجويج بروسيسنج اللي هي بنقول عليها NLP، هيبقى فيها لازم تو كومبوننت مهمين جدا لما بيكونوا السبيتش ريكوجنيشن. انا اول حاجه طبعا لازم افهم، يبقى لازم اعمل ايه؟ يبقى عندي ناتشرال لانجويج اندرستاندينج. طيب وبعد كده المفروض ان انا ارد على الانتروجيتور ده، يبقى لازم يبقى في عندي ايه؟ ناتشرال لانجويج سينثيسيس. طيب اور ريجينريشن، يعني هطلع كلام. السيري ده مثلا لو انا بسأله سؤال مش بيرد عليا، يبقى هو فهم السؤال بتاعي وبعد كده بيرد عليا، يبقى هيعمل ايه؟ ناتشرال لانجويج جينيريشن. طيب بعد كده السيستم برضو لازم يبقى فيه نولج ريبريزنتيشن، علشان اعمل ستورج او ستور تو ستور نولج، عايزه المعرفه اللي عندي دي ايه؟ اخزنها. يبقى هو لازم يخزن النولج دي اللي عارفها واللي سمعها كمان. خلاص. طيب في ايه كمان في السيستم؟ اوتوميتد ريزونينج. اوتوميتد ريزونينج ده ليه بقى؟ علشان استخدم النولج او الانفورميشن اللي انا مخزناها واعرف اعمل انسر للكويشنز اند تو درو نيو كونكلوجن. هشوف كده النولج بتاعتي وهطبق عليها الداتا اللي انا سمعتها او قريتها، وهطلع ايه؟ انسر للكويشن اللي اتسالته. طبعا ده هيبقى عندي اكنه نيو كونكلوجن. لازم يبقى عندي كمان ماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج تو ادابت تو ا نيو سيركونستانس and to detect and explorated a pattern. يعني المفروض ان هو علشان يأدبت نفسه لأي للظروف المحيطة بيه ويعمل detection للايه؟ للباترن الجديد. طيب لو انا عايزة بعمل extension للتيورينج تيست، يعني ايه هعمل؟ عايزة اخليه
يبقى في included physical aspect and human behaviors. يبقى انا عايزه اعمل له extension ازاي؟ اخليه يمشي، اخليه يحس باللي حواليه، يشوف الايموشن اللي قدامه ده، مشاعره ايه، بيضحك، بيعيط، بيحزين، ايه مشاعره، ايه الايموشن بتاعته. فلازم احط كمان حاجات تانية في السيستم غير الناتشرال لانجوج بروسيسنج والنولج بريزنتيشن والاوتوميتد ريزنينج والماشين ليرنينج. هحط ايه زياده بقى؟ هحط كمبيوتر فيجن علشان يشوف ويحلل المشاعر ويشوف شكل اللي قدامه ايه، وعايزه احركه عشان يشوف الانفايرمنت حواليه ايه، يبقى عايزه اخليه روبوتك. يبقى لو انا حطيت كمان الحاجات دول بسميه بقى توتال تيورينج تيست. اوكي، طيب يبقى انا كده تيورينج تيست بالتلخيص، يبقى هو انتروجيتور او هيومن، وفي حيطه ما بينه وما بين الهيومن والكمبيوتر، وبيبتدي يسال. والله ما عرفش يفرق مع بين الهيومن والكمبيوتر، يبقى الماشين اللي هي الكمبيوتر بتاعي ده باس ذا تيورينج تيست. example of the يعني للسيستم اللي قدرت تباس تيورينج تيست، اللي هو او الايميتيتد تيست، اللي هي صوفيا. صوفيا ده روبوت، طبعا اتعمل من انهانسن روبوتكس. دي المفروض ان هو اتطبق عليه يعني، او يحتوي على جميع المكونات اللي هي ممكن تعمل سيستم انتليجنس. زي ايه؟ زي ما قلنا ناتشرال لانجويج بروسيسنج، نوليدج ريبريزنتيشن، اوتوميتد ريزونينج، ماشين ليرنينج، كل ده موجود فيها. وكمان حطينا فيها اللي هو الكمبيوتر فيجن، هو بيتحرك وروبوتك، هو بيشوف اللي حواليه وبيبتدي يعمل ايموشن، ممكن يضحك لو لقى اللي قدامه بيضحك، ممكن يبقى يعني ما يضحكش او يبوز يعني لو كان ايه اللي قدامه حزين. فدي من طبعا يعني صوفيا ده من ايه، من الحاجات او من السيستم اللي اتعملت حديثا وباس التيورينج تيست. طبعا التيورينج تيست الى الان من سنة 1950 الى الان، وهو يعني طبعا ايه شغال وناجح جدا، ان هو يقول ان السيستم ده هل هو ذكي ولا مش ذكي. طبعا احنا في الابروتش اللي هو بيقول act like a human ده ليه؟ لان احنا الى الان في حاجات ما حدش يعرف يعملها غير الهيومن. يبقى الـ human are still the gold standard إلى الآن. طبعا ده example تاني برضو pass the Turing test، اسمه baby X، وده مش روبوت، بس روبوت يعني، بس هو عبارة عن virtual animation baby، ممكن يعمل بيعمل ليرن، بيتعلم ورياكت، بيعمل رياكشن زي الهيومن بيبي. هو بيعمل ايه؟ بيبقى عنده يعني كاميرا علشان يشوف، يعني كمبيوتر كاميرا فور سينج اند مايكروفون تو ليستنج از ان انبوت. يبقى هو بيدخل عنده عن طريق كاميرا الصورة اللي حواليه، وبعد كده عن طريق الميكروفون والسبيكر وكده، ان هو المفروض ان هو بيدخل الانبوت عن طريق الميكروفون والكاميرا. الكمبيوتر طبعا بيوز اي اي الجوريزم علشان يعمل ليرنينج
and interpretation of the input، يعني بيفهم الانبوت اللي هو الفويس والايمج علشان يفهم السيتويشن اللي حواليه. الريزلت طبعا is a virtual toddler that can learn to read. هو بيتعلم ان هو يعمل read recognition للأوبجيكت اللي حواليه and understanding. الاوتبوت طبعا من البيبي فيس هيبقى output اللي هو البيبي فيس that can speak، ممكن يتكلم او express it mood by facing expression، يعني زي ايه مثلا هو يضحك او يعيط. يعني احنا في يعني حاجتين، احنا كنا اتكلمنا على reinforcing learning لما اتكلمنا على المشين ليرنينج، وقلنا ان هي ايه يعني انا ممكن ادي في السيستم ايه ريوايند او جايزة او اعمل له بانش لو هو not understand. وعنده حاجة تانية اللي هي الإفكتيف كومبيوتينج، طبعا هو بيبقى يعني بيبقى فيها ايموشن، ايموشن ارتفيشال انتليجنت، it is study and develop of the system and device that can be recognized, interpreted زي ما احنا قلنا، و process and simulate human affect زي الفيلينج والايموشن والمود. فطبعا هو كده pass total Turing test. من النقد اللي جه للتورينج تيست اللي هو في عالم اسمه جون روجرز سيريل، ده عالم امريكي عمل اكسبيرمنت ان هو هو المفروض ان الـ Artificial Intelligence Research has succeeded in construction a computer that behave as if it understand Chinese. يعني هو عايز الـ يعني كمبيوتر يفهم الـ Chinese language وإيه ويرياكت على أساسها. فهو بيتيك المفروض بيتيك Chinese character as input and by flow the instruction of the computer program produce other Chinese character. يعني هو بيدي Chinese character وبيطلع output Chinese character which is present as output. هو بيقول سيريل بيقول لك that this computer performs its task so conventionally that is comfortable because the Turing test هو pass Turing test. هو بيديله لو حطينا يعني Chinese وعمل نفس الحاجة فهو كده computer pass او نجح في Turing test. If convinced a human Chinese speaker that the program is itself a live Chinese speaker. يعني لو هو عايزين نعمل speaker برضو هنعمله، بس to all the question يعني ممكن يجاوب على كل الأسئلة اللي بتتقال. وبيقول appropriate response شخص زي أي Chinese speaker would be convinced that that they are talking to another Chinese speaker human being. يعني أنا لو حطيت واحد بيتكلم شاينيز فهو بيطلع شاينيز مش يعني غير كاركتر، لا هو بيتكلم ونسأله سؤال ويرد عليه، فهو الكمبيوتر عمل زي ما هو عامل، ممكن نخليه يتكلم برضو يفهم الكلام ويقول نفس الريسبونس. بس هل هو ده كده فاهم حاجة؟ يعني انا لو جيت يعني حطيته في هو عنده رولز كده بيقول لو سمعت كذا قول كذا، لو سمعت كذا قول كذا، لو دخل لك كاركتر كذا طلع الكاركتر الفلاني، هل هو فهم حاجة؟ البرنامج فهم؟ لا ما فهمش. يبقى هو كده بيسميه weak AI.
انما لو فهم المفروض ان هو يبقى strong AI. فاحنا ممكن نمثل كده بالظبط. هنا هنمثل الشاينيز روم ارجمنت بان سيريل هنا واقف في الحجره، حجره روم كده في شاينا، هو بيفهمش اي لغه اللي هي لغه الصينيه، انما هو قاعد في اوضه مقفوله. اللي في واحد هنا انبوت بيدخله سؤال، هو بياخد السؤال ده ويبتدي، طبعا هو عنده قلم وورقة وعنده كتب اللي هو عايزها، الكتب دي فيها السؤال والإجابة لكل سؤال هو مدخله اللي بيدخل عنده. فهو بياخد السؤال هنا ويبتدي يشوف، ادي السؤال يبقى هنا الإجابة بتاعته، يروح كاتبها على الورقة ومطلعها من الناحية التانية، يجي برضو سؤال تاني وهكذا. طيب هل هو يعني عمل الشغلانة اللي هم عايزينه يعملها؟ هل هو بيفهم شايني؟ لا، هو ما بيفهمش حاجة خالص. طيب الناس اللي بره دول اللي بيسأل سؤال ويلاقي الجواب بتاعه، حاسس ان هو ما بيفهمش حاجة؟ لا، هو حاسس ان يعني الاشخاص اللي بره السيستم فهم حاسين ان هو فاهم، طبعا بيدخلوا له السؤال هنا وبيطلع له الاجابه هنا، يبقى اكيد فاهم ايه شاينا لانجوج. اوكي، طبعا الكلام ده زي ما احنا بنقول ان هي ايه السيستم اكت لايك ايه هيومن، انما هل هو الهيومن السيستم فاهم حاجه؟ لا، هو مش فاهم اي حاجه. الناس اللي بره بيحسبوه فاهم، انما هو مش فاهم. يبقى the person inside does a greater job، طبعا لانه بيجاوب على كل الاسئله. of answer question can we say he is or she understand؟ لا طبعا، هو طبعا انا ما اعرفش هو understand ولا لا، عشان كده بنقول ايه سيستم act as a like human even if or he she is only blinded flow rules. هو بيطبق الرولز وبيطلع اجابات صحيحه. انا بالنسبه لي السيستم ده ايه intelligent. اوكي، انما obviously the person inside is act like an AI program. انما ال AI program ده بقى فاهم حاجة؟ لا، مش فاهم حاجة. فعشان كده احنا ايه وصل بقى العالم اللي هو ثيريلز ده ان في حاجتين مهمين، حاجة اسمها يعني او يعني approach اسمه weak AI hypothesis، اللي هو ايه السيستم actually simulate animal او human intelligence in a computer. هو بيعمل simulation بالظبط زي الهيومن بالظبط، انما هل هو ذكي؟ لا. يبقى هو دلوقتي strong AI hypothesis we can create algorithms that are intelligent. خلاص، يبقى انا عايزه اعمل الجوريثم وعايز اعمل سيستم انتليجنت، ساعتها بقى هقول ده سترونج اي اي هايبوثيسيس. طبعا لازم يكون مدرك، لازم يكون يعني عنده يعني كونفيدنس، عنده حاجات صفات في الانسان، حريه القرار مثلا، فري ويل، سيلف awareness، الحاجات دي لازم يكون موجودة عشان نعمل strong AI. في علماء بيقولوا ان ده مش ممكن، ده لازم يبقى فيه كائن وانتوا تعملوه. في علماء تاني بيقولوا لا، موجود حرية القرار والحاجات دي لازم تكون موجودة علشان او الوعي والادراك والفري يعني والسلف awareness، انه يبقى
ثقة في ثقة في نفسه، وان هو يبقى عنده ضمير والكلام ده كله. هو ده السترونج اي اي اللي احنا بنرجوه ان احنا نعمله. زي ايه؟ لو انتوا شفتوا فيلم بيقول اي روبوت، كان فيه روبوت اسمه سوني، والروبوت كان الفيلم ده سنة 2004، كان خيال علمي، وكان الروبوت بيحلم وبينفذ. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له في السترونج اي اي هايبوثيسيس، بس لسه ما وصلنا. يبقى احنا هنا عندنا ثلاثة ستيج للاي اي. الستيج نمرة واحد اللي هي يوز درايف بيج داتا موديل فور ماشين ليرنينج، وده بنقول عليه ارتفيشال نيرو انتليجنس اللي هي اي ان اي، وده بيبقى فيه ماشين ليرنينج بسيطه زي السيري، زي اليكسا بوتس او كورتانا. بعد كده بندخل في في الستيج 2 اللي هي برضو في ماشين ليرنينج، بس هنا في ادفانس نتورك اللي هو دايما يعني زي ايه، زي النيورال نتورك اللي هي بتعمل تريننج تو ذا بيلد اد هوك موديل to learn from customer custom data. دي بنسميها artificial general intelligence. دي بتبقى يعني ممكن نعمل ايه، نجمع كذا knowledge او كذا field ويبقى في سيستم واحد، وده اللي احنا بنشتغل فيه واحنا هنا دلوقتي. الستيج 3 لسه ما وصلناش، واحنا زي ما احنا قلنا هي كوجنيتيف سيلف ليرنينج، وزي ما احنا قلنا لازم يبقى في وعي وكونسيشس وعنده، ولازم يبقى في سيلف اويرنس وفري ويل. الحاجات دي لسه طبعا في علماء بيقولوا احنا ممكن نوصل لو في كائن حي ونوصل لهنا، وفي ناس تقول لا، في يعني مجموعة من العلماء بيقولوا لا مش هنعرف نوصل لكده. artificial super intelligence ده هو احنا بنسميه طبعا ده stage 3، هو عبارة عن artificial super intelligence، وده نرجو ان احنا نعرف نوصل له ان شاء الله قريبا. كل العلماء بيشتغلوا في هذه الستيج علشان يوصلوا لها، لسه ما وصلوا لهاش ان شاء الله يوصلوا لها قريبا. طيب الفريق الثاني من العلماء عندهم الابروتش ان هو عايزين يبقى السيستم الانتليجنت اللي هي سيستم ذات ثينك لايك هيومن. ساعتها هم عايزين طبعا السيستم يتصرف زي الهيومن بالظبط، لو جاله الهيومن اي بروبلم فالسيستم يمشي على نفس الخطوات، يعني الالجوريثم لازم يبقى معروف. يبقى the automation of activity that we associate with human think such as decision making, problem solving و learning لازم يكون عند الكمبيوتر نفس الحاجات دي. The existing new effort to make computer think machine will mind، الماشين لازم يتفكر ويبقى عندها كده تفكير معين in the full and literature sense. دي الجروب الثاني من العلماء بيفكروا بالطريقة دي، ان هم عايزين الكمبيوتر يعني يفكر بالظبط زي الهيومن. المجموعة الثالثة من العلماء عايزين يخلوا السيستم ذا ثينك ريشنالي، يعني ايه؟ يعني لوجيكال، يعني ذا ستادي اوف منتال فاكولتيز ثرو ذا يوز اوف كومبيوتيشن موديل، كومبيوتيشنال موديل، ذا ستادي اوف كومبيوتيشن ذات ميك ات بوسيبل تو بريسيف يدرك ريزونينج يفكر اند اكت وي اكت على هذا الاساس. تعالوا ما نشوف دي هيبقى زي ايه. اللوجيك اللي هي الفورمالايز ان اندتلايز اور رايت ثينك، يعني يبقى في
كده في لوجيك في التفكير، بتبني حاجة على حاجة، يبقى في كده اللي هو التسلسل المنطقي المبني على المنطق. المنطق، فهو مثلا زي ما تقولوا كده، سقراط از امان، all men are mortal. يبقى انت ممكن تستنتج therefore سقراط از mortal. ده تسلسل منطقي، فهو بيبنوا السيستم بتاعهم على هذا الاساس، انه عنده لوجيك معين وهيشتغل على اساسه. Logistic tradition of AI aim to build computation framework based on logic. يبقى أنا عايزة أبني السيستم بتاعي based on logic. Describe problem in formal logic notation and apply general deduction procedures to solve it. Then use this framework to build a intelligent system. Some examples are propositional logic، هناخدها بعد كده ونعمل representation لل knowledge، and logical programming. زي ايه logical programming؟ زي prolog. وهناخد برضو فكرة عنه ان شاء الله. More advanced logical based representation اللي هي semantic net. اخر حاجة بقى اللي هو system that act rationally. system that act rationally ال system عندي بحكم عليه بال output، بالجول اللي انا عايز اوصله. لو وصلت للجول يبقى انا ده السيستم ده فعلا AI او artificial intelligent، أو هو ذكي فعلا. يبقى AI is concerned with intelligent behavior in artifact. Computation intelligence is the study of the design of intelligent agents. الأجنت دي إن شاء الله هناخدها في الـ إيه؟ في الـ في الشابتر إن شاء الله بعد كده. يبقى think rationally approach focus on correct inference but more is need for rational behavior. How to behave when there is no probably correct thing to do. يعني reasoning under uncertainty. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي كده رول معايا، بس الرول دي مش 100%، ممكن تبقى 50% او 60%. فانا دي يعني ايه بيحصل فيها ايه، بندخل بقى البروبابيلتي فيها، وعلشان نوصل ان الرولز دي او الفاكت ده اللي عندي سيرتن باي نسبة. فولي رياكتنج بيهافير، المهم ايه ان انا اعرف اتعامل مع السيستم اللي عنده هذه ايه الصفات دي. كده ان شاء الله سيلف ايه اكزرسايز ليك طبعا، لان انت عارف انتوا عارفين يعني كلكم ان انت ان احنا الشورت اكزام بيجي مالتيبل شويز او صح وغلط، بس دي كده حاجات يعني اسال نفسك انت عارفها كويس ولا لا. فهو طبعا الحاجات دي لو انت عارفها كويس زي الاكزرسايز برضو اللي انا اديتها لكم قبل كده، هتلاقوا ان انتوا يعني ايه عرفتوا تفهموا المحاضرة كويس. زي مثلا exercise زي describe briefly the Turing test imitation game illustrated through drawing. Describe briefly the total Turing test. Describe briefly the weak AI hypothesis versus the strong AI hypothesis. Criticize Turing criteria for computer software being intelligent. What is sailing through experiment, the Chinese room argument. Describe briefly reinforced learning. Describe briefly affected computing. طبعا ده كل ده يعني ايه لو انت فاهمه كويس، زائد طبعا اللي هي الاربعة ابروتش اللي احنا اتكلمنا عليها، زي السيستم that act like human, system that think like human، أو system that think rationally و system that act rationally.
لازم لو عارف الكلام ده كله يبقى انت كده فعلا ايه استوعبت كل اللي احنا قلناه في المحاضرة. وان شاء الله تدخل على الامتحان في منتهى هيبقى السهولة. ان شاء الله مش هيطلع عن الحاجات دي ابدا. يعني او طبعا اتمنى لكم التوفيق في الاختبار الاول الشورت اكزام ان شاء الله، وذاكروا كويس المحاضرة وبالتوفيق طبعا. دي اديشن ريسورس بتشوف دي يعني على اليوتيوب وكده، عندكم حاجات كتيره ممكن تشوف التيورينج تيست، ممكن تشوف الشاينيز روم ارجمنت، ممكن تشوف برضو فيديو تاني عن شاينيز روم 60 سكند ادفانتج شير ان ثروث. وعندك هنا صوفيا ازاي بتتكلم، هنا البيبي برضو اللي هو الاكزامبل اللي خدناه to report debated the future of humanity. ادي اديشن ريسورس يعني لو عايز تتفرج على سيستم فعلا ايه يعني انتليجنت. طيب انا يعني اشكركم في النهايه، ويا ريت ان شاء الله نتقابل في حلقة النقاش الجديدة لو في عندكم أي أسئلة. وزي ما اتفقنا إن إحنا عندنا برضو إيه الشورت إكزام، ناخد بالنا إن هو بيفتح يوم السبت الساعة 10 بالليل وبيتقفل السبت اللي بعده الساعة 9 ليلا. ناخد بالنا كويس جدا لأن لو اتقفل ما بنعرفش ندخل عليه إيه تاني، فخلاص بيبقى راحت علينا الدرجة. اي حد عنده عذر او في اي مشكلة عنده، بس طبعا يبقى مشكلة يعني هو مأمورية خارج البلد مش قادر يوصل ويخلص الامتحان، فبيدي لازم قبل لما مدة الامتحان تخلص المفروض ان هو يطلع SIS زي ما اتفقنا، يكتب فيها العذر بتاعه ويرفق بيه الايه العذر بتاعه بحيث ان الدرجة بتاعته ما تروحش عليه اللي هي الـ8 درجات. اوكي، ورب التوفيق ان شاء الله، وقابلكم في حلقة النقاش القادمة بإذن الله.